بعدما تخطى النبي صلى الله عليه وسلم وجيش المسلمين من مكان ديار ثمود، أكمل النبي سيره نحو فلسطين، وأخذ العطش يشتد بالجيش، وضرب النبي أعظم صورة للصبر، وبدأ الصحابة يذبحون البعير ليشربوا من مائها. هذا ابتلاء من الله ليميز الخبيث من الطيب، والله يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فإن الله ابتلاهم بهذا الابتلاء ليميز الخبيث من الطيب، ليعلم من الصادق والمؤمن من المنافق. وكان أبو بكر ينظر إلى حال الجيش والنبي صابر وبشر الصابرين، فجاء أبا بكر للنبي وقال له: ادعو الله لنا. فقال النبي لأبي بكر: أتحب ذلك؟ فقال أبو بكر: نعم أحب ذلك يا رسول الله. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ويدعو الله، ولم ينزل النبي يديه حتى أظلت الجيش سحابة وأمطرت حتى ارتوى الجيش وأملأوا قرب الماء، ورجعت الحيوية بالجيش من جديد، وأخذ الجيش يكمل طريقه نحو فلسطين. ورغم هذه المعجزة لم يرجع المنافقين عن نفاقهم، فقد ختم الله على قلوبهم، وكانت حرارة الشمس شديدة، ورجع العطش للجيش، وبدأ الجيش يذبح البعير من جديد ليشربوا من مائها، وأصبح الجيش يمشي على قدميه، ووصل الجيش إلى ممر ضيق بين جبلين، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الجيش بالمرور من هذا الممر الضيق، وكلما مر رجل من المسلمين مسح النبي على ظهره، وكل رجل يمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره ترجع إليه عافيته وقوته بعد مسح النبي على ظهر هذا الرجل. إنها معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه نحو الشام لمواجهة الروم، ولكن المنافقين لا يعقلون.